ونرجع نحلل كلام. فضل فضل. الزميل الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز، وأحب أقول أنه أنا علاقتي به ممتدة يعني سنوات وسنوات، ويمكن عصرت برضو يعني تطوره ونجاحاته المتعددة، سواء على المستوى الأكاديمي من مدرس إلى أستاذ مساعد إلى أستاذ إلى عميد الكلية في فترة حرجة من حياة مصر كلها، وتطوره، وده الحقيقة بالنسبة لي يعني مصدر الإعجاب، تطوره في عملية الإبداع والإنتاج الإعلاني، لأنه هو يتميز بالقدرة على التفكير والتصميم خارج الصندوق زي ما بيقولوا، وبرضو دايما أفكاره مرتبطة جدا بالمجتمع المصري، وده مهم قوي لأنه بيدي كده يعني هوية وشخصية. يعني ممكن قوي لما تشوفي حملة إعلانية، أو ده بالنسبة لي بدون ما أكون عارفة إن دي تصميم دكتور سامي، أقول ده شغل الدكتور سامي. وهو كمان بيتميز بيعني علاقاته الاجتماعية الحميمية والصادقة مع كل زملائه، مع أساتذته، مع طلابه، ودي بتديله مكانة على المستوى الشخصي مهمة جدا. كمان الحقيقة للدكتور سامي يتميز في إنتاجه بقى من الكتب، إن هي فعلا كتب أصيلة، ما هيش مجرد يعني ملزمة تعليمية. أنا سعيدة إنه أنا في مجموعة أصدقائه أولا وزملائه، وبتمنى له كل التوفيق هو وأسرته. أنا بشوفك إنك